هو بما ان القلوب سودا وتشغيل الدماغ موضة وسكك الحب مسدودة عايش وحدي وبما ان المحبة كلام وظلم الناس ما عادش حرام ما دام الصح بقى اوهام هعيش وحدي هعيش مع نفسي واتاقلم ومش هتعب هعود روحي على روحي ومش هغلب صحيح الوحدة مش جنان لكن غدر البشر اصاب هصاحب ضلي في الازمات وهسمع وقتي زي سكات وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات هصاحب ضلي في الازمات وهسمع وقتي زي سكات وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات الله يعني.